بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلا تزال الوهابية تدلس على المسلمين حينما نقول لهم إنكم كفرتم جميع المسلمين. أين كفرنا جميع المسلمين؟ حتى الداعشي، قلت لكم مرات كثيرة، الدواعش ذكرت حينما جاءوا أول مرة قبل أن يتمكنوا، بعد التمكن صاروا يصرحون بالتكفير. واحد منهم دخل إلى مسجدي فذكرت له التكفير، قال والله العظيم نحن لا نكفر أحدا من المسلمين، هم يفترون علينا، الإعلام يشوه صورتنا. والله يعني أنا إنسان بسيط في هذا، كدت أقتنع أو اقتنعت. ثم بعد فترة حينما تمكن صار هو نفسه يصعد، صعد في منبري وقال كل من خطب قبلي فهو كافر. فعلمت بعد ذلك ماذا يقصد بقضية والله لا نكفر المسلمين، يعني لا نكفر جماعتنا الذين نسميهم المسلمين. على فكرة كل وهابي كذلك، كل وهابي كذلك، سواء صرح أو لم يصرح. ما عليك إلا أن تقرأ الدرر السنية، اقرأ الدرر السنية واقرأ تاريخ ابن بشر هذا وابن غنام، واقرأ أخبار الوهابين هناك، هذه موجودة منشورة الحمد لله على الانترنت. لكن هذا الآن واحد من الوهابيين، ربما صنفه بعض الناس بأنه معتدل، وهو من شيوخ الوهابية الكبار، وهو حمود التويجري. حمود التويجري هذا طبع له كتاب الآن اسمه غربة الإسلام، تأليف الشيخ حمود بن عبد الله التويجري المتوفى سنة كذا، طبع بإشراف أبناء الشيخ هكذا مكتوب، يعني الشيخ تويجري جمعه أو حقق نصه وعلق عليه عبد الكريم ابن حمود التويجري. دار هكذا يظهر عندي كأنه الصيفي، لكن كلمة مطموسة، هل يوجد دار الصيفي؟ هكذا كان دار الصيفي التي بين يدي. عموما كتاب موجود في الانترنت موجود الآن. هذه سلسلة، هذا رقم واحد، كتاب غربة الإسلام. طبعا يهول كعادته وكعادة الوهابية حينما يأتون بآيات نزلت في المشركين فيجعلونها في المؤمنين. الآية حذرت من اتباع الأكثرية آنذاك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إلى يومنا هذا أكثر من في الأرض هم الكفرة. فحينما تأتي بهذه الآية وتجعلها في وسط علماء الإسلام وتقول وإن تطع أكثر علماء الإسلام تكون ضالا أو يضلوك عن سبيل الله، تكون قد فعلت فعلة الخوارج. أقرأ شيئا من كلامه والحكم إليكم أيها المستمعون. يقول ها في صفحة 144، أقرأ الكلام كاملا. طبعا يقول لا يغتر بهذه الكثرة ويحسبها على الحق وعلى طريق المستقيم إلا الأغبياء الجاهلون. لا يغتر بكثرة علماء الإسلام طبعا، الأغبياء الجاهلون بدين الإسلام الذين لا فرق عندهم بين الموحدين وبين المشركين. من الموحد؟ من يتبع ابن عبد الوهاب. من المشرك؟ من يخالف منهجه. ولا بين المتبعين والمبتدعين. من المتبع؟ أتباع ابن عبد الوهاب. هذا إيش؟ شرح ما بين الصدور. من المبتدع؟ من خالف ابن عبد الوهاب. أما من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغتر بمثل هذا ولا يروج عليه. هذا سؤال، يعني سؤال العيني والعسقلاني والنووي والقسطلاني وابن أبي جمرة وابن سيد الناس وهؤلاء الأئمة وكل شراح الكتاب والسنة، هؤلاء ممن عرف هذا أم لم يعرفه؟ نستمر. يقول الثالث أن يقال لمن اغتر بهذا العدد وتكثر به لقد استسمنت ذا ورم، يعني جعلت الورم سمينا، وأعجبك جهام قليل ماؤه. ومثل هذه الكثرة التي أعجبتك وظننتها حقا كمثل غثاء السيل أكثره زبد هو زبل وشوك، هكذا يكتب،
وما لا خير فيه، وهكذا أكثر المنتسبين إلى الإسلام، وهكذا أكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر المنتسبين إلى الإسلام ينطبق عليهم قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نستمر. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هو الشرك عند الوهابية؟ التبرك بقبور الصالحين شرك، الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وفق حديث الأعمى شرك. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وما أكثر من ينتسب إلى الإسلام في زماننا وقبله بقرون كثيرة، وهم من أولياء الشيطان وحزبه. وما أقل أهل الإسلام الحقيقي فيهم، من هم أهل الإسلام الحقيقي؟ أتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب وحده ولا شريك له. ثم قال: إن أكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما يعصم الدم والمال. أي من أين جاءت داعش؟ هبطت من كوكب؟ لاحظ، إن أكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما يعصم الدم والمال، يعني دمك حلال ومالك حلال إذا لم تتبع طريقة ابن عبد الوهاب. والماء ما يعصم الدم والمال مثل إسلام المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عما هو أعلى من ذلك كإسلام الأعراب الذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فضلا عن الإسلام الحقيقي الذي يرادف الإيمان. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال بأمور أكثر المنتسبين الصحيحة. ثم يقول في الوجه الخامس: إن أكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان محتاجون إلى الدعاء إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، يعني هو هذا الجاهل يدعون إلى الإسلام، والتزام شرائعه كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشباههم وسلفهم من أهل الجاهلية. فمن أجاب منهم فهو المسلم، من تبع عبد الوهاب فهو المسلم، له مال المسلمين، مال المسلمون جماعة ابن عبد الوهاب، وعليه ما على المسلمين، ومن لم يجب فإن كانوا جماعة لهم من منع قوتلوا كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وأهل الكتاب، وكما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وغيرهم من المرتدين عن الإسلام حتى أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه. وأما الأفراد ومن لا منعة لهم فهؤلاء يؤخذون بالتزام أحكام الإسلام الظاهرة ويجبرون على ذلك، ويعامل العصاة منهم بالتأديب الذي يليق بهم، فبعضهم بالتهديد وبعضهم بالحبس وبعضهم بالضرب وبعضهم بأخذ بعض ماله وبعضهم بالقتل. بالقتل على حسب جرمه كما هو معروف في أحكام العصاة والمرتدين، والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته. إلى أن يقول: اشتدت غربته الإسلام، يعني ولم يبقى منه بين الأكثرين إلا اسمه، ما بقي من الآن الإسلام، المساجد هي تصلي جماعات وجمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمسلمون هؤلاء الذين يصومون في رمضان، والآلاف المؤلفة والملايين في الشوارع في أندونيسيا يقرؤون القرآن الكريم في رمضان، ويدفعون صدقة الفطر ويضحون الأضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا وتوجه إلى قبلتنا فذلك المسلم. لا، هو المشرك عند حمود أتويجري. ثم يتساءل: أكثر وهابية؟ من أين جاءت داعش يا أخي؟ لا، هبطت من كوكب المريخ داعش، هبطت. هذه طبقوا ما في كتبكم هذه التي فيها إباحة دماء المسلمين وإباحة أموال المسلمين، الأعراب لا يجرؤون على الاقتراب منها، ولكن داعش طبقت هذا بشكل عملي، لأن الأعراب تثير أشياء أخرى. هذه هدية لمن يدافع الوهابية ويقول: لا يا أخي، الوهابية هؤلاء لم يكفروا يا أخي، والله ما كفروا واحد من المسلم،
أكثر المسلمين ليسوا مسلمين يقول لك خذ هذا وأقرأ قول ابن عمر عند البخاري تعليقا يقول: وقال ابن عمر عن الخوارج: أولئك شرار الخلق، عمدوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. وهذا ما يفعله حمود التويجري حيث يأتي بالآيات: وما أكثر الناس ولا حرصت بالمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ونحو هذه الآيات، ليجعلها في مسلم موحد يصلي الخمس ويصوم رمضان ويحج بيت الله تعالى ويؤدي الزكاة ويفعل شعائر الله، إلا أنه لا يقبل كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في التوسل والاستغاثة، ويقبل ويؤثر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى ونحوه. هو كافر؟ حلال الدم والمال عند تويجي وأمثاله، فمن أين جاء داعش إلا من هذه الأشكال من المنسوب إلى العلم؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل.